اللي استخدمناه لغايه دلوقتي جوه البي ال سي، او الطريقه اللي كنا بنبرمج بيها جوه البي ال سي، بنسميها لادر، اللي هو شكل المفتاح دوت او ده او الاوتبوت دوت او الميركر ده، او لسه في حاجات لسه هناخدها تاني جوه البي ال سي. الطريقه دي بنسميها لادر. في طريقه تانيه، هي مش طريقه تانيه، هي يعتبر يعني جزء جوه اللادر بس بيسميه ست ريست. معلش بلاش نسميها طريقه تانيه لان هي مش طريقه تانيه ولا حاجه. ست ريست. اللادر مش لغه برمجه والست لغه برمجه. هي الست ريست طريقه الناس بتستخدمها جوه اللادر. كاي بس من كتر ما الناس بتحبها يعني فبيقول لك انا شغال بطريقه الست ريست. اللادر يعني ايه؟ يعني مثلا برنامج ده يعتبر لادر. اي 0.1 اي 0.0 كيو 0.5 مثلا 5 لاتش من كيو 0.5. طبعا الاي 0.0 كلوز والاي 0.1 اوبن. صح؟ دي طريقه اسمها لادر. دوس تشتغل، شلت ايدي، لو ما فيش لاتش هيعمل ايه؟ هيفصل بس عشان في فيديو شغال، عملت له ستوب فصل. الست ريست مختلف. يعني ايه الست ريست مختلف؟ ما قلناش ليه؟ طب ماشي اوكي، هي عامة وعدها دلوقتي بس هكمل الجزء ده. الست ريست جوه البي ال سي مكون من جزئين، جزء اسمه ست وجزء اسمه ريست. الجزء اللي اسمه ست ده الشكل بتاعه، والجزء اللي اسمه ريست ده الشكل بتاعه. يعني الاوتبوت في اللادر كان حاجه واحده، الاوتبوت في الست ريست لازم يكون حاجتين. يعني لو لقيت برنامج فيه مثلا كيو 0.5 ليها ست بس ملهاش ريست غلط، او ليها ريست بس ملهاش ست برضه غلط، لان الست يعتبر هو اللي بيعمل اون والريست هو اللي بيعمل اوف. فتخيل لو عندك اوتبوت بيشتغل بس ما بيطفيش ملهاش معنى، او بيطفي بس هو ما بيشتغلش طافيين فبرضه ملهاش معنى. عشان كده لو هشتغل بالست ريست طبيعي جدا ومنطقي ان الاوتبوت يكون موجود مرتين. لو هشتغل باللادر اكبر غلط ان انا اكرر الاوتبوت مرتين. اوكي؟ لان هو اوريدي واحد هعرف اشغل واطفي منه. ليه؟ في اللادر انت بتدي له اشاره يشتغل، تقطع الاشاره يعمل ايه؟ يفصل، صح؟ عشان كده بدوس هنا اشغل، بدوس هنا يفصل، واتفقنا ان لازم يكون دوت كلوز. هنا في البي ال سي انا ببعت له ست فيشتغل. لو عايز اطفيه اعمل ايه؟ ابعت له ريست. يعني في الحالتين كاني بستخدم مفتاح تشغيل، بعمل تشغيل للست فالاوتبوت يشتغل، تشغيل للريست فالاوتبوت يطفي. هنكمل تمام؟ هنكمل. دي نقطة، عشان كده ببعت له اشاره هنا عشان يعمل ست، ببعت له اشاره عشان يعمل ريست. كان في ريليه في السوق بس مش فاكر اسمه ايه، ما اعرفش اسمه ايه في السوق. الريليه دوت لو بعت له اشاره يشتغل، عشان تطفيه لازم يكون نور موجود عشان تبعت له اشاره ثانيه، لان بيحرك حركه ميكانيكيه. نفس الفكره هنا. تمام. في اللادر كان مفتاح التشغيل ممكن يكون ده وجوه اعمله كده، صح؟ او ممكن يكون دوت وجوه اعمله كده، صح؟ ده يعتبر مفتاح تشغيل ستارت. لو في حد معترض يسأل. مفتاح الايقاف في اللادر كان ممكن يكون كده وساعتها هضطر اعكسه، او ممكن يكون كلوز وانا هقول موافق عليه. مظبوط؟ ده يعتبر مفتاح تشغيل، مفتاح تشغيل ده مفتاح كاف، مفتاح كاف. لما ادوس هيقفل جوه فيبعت اشاره، لما افتح بره هيقفل جوه فيبعت اشاره فيعتبر ستارت. ده لما اقفله بره هيفتح جوه فيقطع الاشاره، ده لما افتحه بره هيفتح جوه فيقطع الاشاره فيعتبر ستوب. في البي ال سي تفتكروا مين من دول ما ينفعش؟ انا اسف، في الستر ست مش في البي ال سي، في الستر ست مين من دول الاربعه دول ما ينفعش؟ في مفتاحين ما ينفعش استخدمهم في الستر ست. اللي هما مين؟ اللي هما بستخدمهم في حالة الايه؟ الستوب. ده في الست ريست وده في الست ريست ما ينفعش. عارف ليه؟ كأنك عامل مدى الحياة ست أو مدى الحياة ريست. صح؟ لأن دوت كلوز وده كلوز. يعني اللي بستخدمهم مع الست ريست اللي هو ده أو ده عشان ما يبعتش إشارة غير لما أنا أدوس. تمام. معلومة تانية، في اللادر كنت بحط لاتش لو عايز احافظ على الاشاره. في الست ريست هو اوريدي بيحتفظ بالاشاره. من الاخر طول ما احنا شغالين في البي ال سي، اول ما تسمع كلمه ريست اعرف ان هو ما بيفصلش لوحده، لازم حد يفصله. يعني لما نيجي نتكلم على التايمر، ونقول التايمر طول بيعوز ريست عشان ما بيفصلش غير بريست.
لما نيجي ندرس الكاونتر نقول الكاونتر اب والكاونتر داون والكاونتر اب داون لازم يكون فيهم ريسيت، لان هم بيحتفظوا بالحاله لازم تعمل لهم ريسيت. يا اما لو الكاونتر ما بيتعملوش ريسيت وبيفصل لوحده هتعدي اول كرتونه يعدها واحد، فعمال ما تمشي وتيجي الثانيه هيفكرها برده رقم كام؟ رقم واحد، لان ما بيحتفظش بحالته. لكن الكاونتر لازم يحتفظ بحالته فلازم ريسيت، الست بيحتفظ بحالته فلازم يتعمل له برده ريسيت، ودي ميزه كبيره جدا. هقول لك بحاجه هفكرك بيها، التمرين عملناه من شويه وقلنا لما النور يقطع ويرجع يمشي في الهوم مثلا، لو حبينا نعمله لما النور يقطع ويرجع يكمل في نفس الاتجاه اللي كان شغال فيه، مش نعمل اي حاجه، يكفي ان احنا نعمل التمرين بايه؟ بالست ريسيت، ما هو كده كده بيحتفظ بحالته. لما النور قطع ما اتعملوش ريسيت صح؟ ففضل فاكر ان هو معمول له ايه؟ ست، سواء بقى الست ده او الست دوت. اول ما النور يرجع عامل ايه من نفسه؟ هيروح شغال. يعني احنا عملناها في الامتحان اللي فات، في ناس قعدت تلف لف في التمرين وتزود تايمرات وكاونترز وميركرز وفاريبل، مع ان في ناس خلصته في نص دقيقه، رسم موتور اتجاهين ستر ست ومشي وخد 10 10 من ده. احنا كنا لسه ما شرحناش ستر ست فبالظبط تمام صح تمام. اوكي، فدي ميزه كبيره جدا ان الست بيحتفظ بحالته، بس تبقى مشكله لو انت نسيت تعمله ريست، يعني معايا برنامج باص عشان كده الريست مهم، هو البي ال سي بالاخص كمان للست. يعني لو عايز ارسم برنامج ده ارسمه بطريقه الست ريست، ارسمه ازاي؟ مثلا اي 0.1 على اساس ان هو اوبن بره، يعمل ست لكيو 0 مثلا بوينت اي حاجه 2 مثلا، والاي مثلا 0.5 مثلا اي حاجه على اساس ان هي برده بره ايه؟ اوبن. اتفضل اي 0.5 على انها بره اوبن، يروح يعمل ريسيت كيو 0.2. خد بالك الاوتبوت اتكرر مرتين صح؟ طبيعي، لان مش هينفع اشغله وما اطفيهوش او اطفيه وهو ما بيشتغلش اساسا. اوكي عادي، موضوع الكونتاكت ده ويكرر مليون مره، احنا متفقين عليه من زمان يتكرر مليون مره. احنا اتفقنا الكونتاكت سواء كان اوبن او كلوز، والانبوت سواء كان اوبن او كلوز يتكرر صح؟ مش مشكله، يعني كررت المفتاح، كررت المفتاح مش مشكله. لكن الاوتبوت بطبيعته يتكرر؟ لا. الاوتبوت موجود ست وريست؟ اه، لكن اكثر من كده لا. اوكي، يعني اصل انت بتشغله وتطفيه، مش بتشغله وبتشغله وبتشغله وبتطفيه، اكيد لا، يعني انت بتشغله وبتطفيه. اوكي، يعني حتى هي بالظبط، حتى في الاس 7 300 سيمنز بيسميها فليب فلوب، ما بيسميهاش ست ريست. اوكي، يعني اه بالظبط اللي هو الاون والاون بالظبط، ايوه اوكي اللي هو ست ريست. تاني يعني التمرين اللي موجود الناحيه دي دوت، بدوس على الاي 0.1 بيشتغل، بدوس على الاي 0.0 بيطفي، بعت اشاره اشتغل، قطعت الاشاره طفى. هنا بعت الاشاره اشتغل، بعت اشاره طفى. اوكي، في مشكله دلوقتي؟ تحت الست وتحت الريست بيتكتب رقم، تحت الست وتحت الريست بيتكتب رقم. ايه هو الرقم ده؟ هنعرفه بس بعد ما نجرب دلوقتي. الاول اكتب رقم واحد، بعد كده هنتناقش في الرقم اللي بيتكتب هنا ايه هو. حاليا اكتب واحد وهيشتغل طبيعي، يعني هدوس على الاي 0.1 هيعمل ست، شلت ايدي هيفضل برضه عامل ايه؟ ست. عايز اعمل ريست لازم ادوس على الاي 0.5، شلت ايدي هيفضل عامل ريست. الست ما بتروحش اشارته غير لما يتعمل ريست، والريست ما بتروحش اشارته غير لما يتعمل ست. في البدايه خالص في الطريقه اللادر ما كانش في حاجه شغاله، فبتلاقي الاوتبوت مطفي. هنا من غير ما تعمل حاجه لازم تكون في حاجه فيهم شغاله صح؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا شغال يا مطفي، يا الموتور شغال يا الموتور مطفي، فلازم تلاقي واحده من الاثنين دول مالهم شغال. عشان كده ما تستغربش انك اول ما تعمل داونلود ورن تلاقي مين اللي شغال؟ الريست لوحديها، طبيعي جدا يعني، ما هو الموتور مطفي صح؟ يبقى لازم تكون دي مالها شغال عشان يبين لك ان الموتور مطفي. بعد كده انت غيرت بقى، شغلت له عملت له ست هيبقى ست، عملت له ريست هيبقى ست، وهكذا. تمام؟ في مشكله دلوقتي؟ الموضوع لسه فيه كلام تاني. الطبيعه اه ان الريست يبقى شغال. اوكي؟ للكيو اه هنتناقش في هو هخليه لك، يعني هو لو عملتها مش هيحتفظ بيها، خليه لك يحتفظ بيه. ما هنتناقش في حاجه هتخليه يحتفظ بيها، حاليا لو عملت كده مش هيحتفظ بحاجه، بس احنا هنخليه يحتفظ بيه عن طريق برضه ست ريست. اوكي،
تمام. بعد ما جربوا يعني جربوا الجزء ده كده لوحده اي 0.1 يعمل ست واي 0.5 مثلا يعمل ست، جربتها تمام في دقيقه ارجع تاني نكمل موضوع ست ريست.